أحب أبارك النهاردة وأقول لكم على المفاجأة اللي كنا محضرها للملتقى الجميل في قصر البارون للفنان العظيم حبيبي وصديقي الأستاذ المحترم الفنان الكبير إبراهيم محمد. الحقيقة الأعمال المقدمة جميلة جدا وعجباني كلها، وكلها حلوة جدا. بسم الله ما شاء الله، روحكم جميلة وروح الشباب والفن الجميل والأفكار جديدة وحلوة، وفيها فنانين مميزين جدا. كل الأعمال حلوة الحمد لله، والحقيقة حيرتوني في الاختيار الفائزين. وطبعا أنا عايز أقول كلكم فايزين إن أنتوا اشتركتوا في مسابقة جميلة ومع فنان جميل ومكان جميل، ويوم الشمس ده كان يوم جميل، ومبسوط بيكم جدا وفخور بيكم، وأحب أقول لكم ألف 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 مبروك، وإن شاء الله تتكرر تاني وتالت ورابع وعاشر. وان شاء الله كمان في جايزه تانية ان شاء الله برضو الافضل 5 اعمال في الملتقى اللي جاي، اللي هيبقى صحوه الفن رقم 8 اللي هيبقى في اتيليه القاهره. بشكركم طبعا مره تانية. احب اعلن عن الفائزين. هنقول الاول هنا كان مخيرني جدا. ايوه الأول بصراحة حيرتوني جدا في الأول، كان صعب اختيار الأول. فالحقيقة هم مش واحد، هم 2، الأول والأول مكرر. الاثنين المميزين عملهم جدا، المهندس والفنان عماد مينا والفنانة العظيمة إنجي بركات. دول الاثنين حاصلين على المركز الاول. انا كنت هدي 5 جوائز بس بكده هدي 6 جوائز مش 5. المتسابق الفائز رقم 2 هو ابتسام العواقلي. المتسابقة والفائزة رقم 3 الفنانة تغريد فوزي. الفنانة الفائزة رقم 4 الفنانة شيماء حلمي. الفائزة 5 الفنانة هدوى طارق. وألف ألف مبروك، ومبروك للفايزين، وإن شاء الله تبقوا دايما مبسوطين معانا، ودايما ملتقى الفنان ابراهيم محمد يلقى حبكم واعجابكم، وانا دايما معاكم واشجع الفن والفنانين في اي مكان في العالم وفي كل فن بحبه. ربنا يخليكم ليا وللفن ولمصر، والف الف مبروك. باي باي، سلام عليكم.